أنا مصمم على بلوغ الهدف، فإما أن أنجح وإما أن أنجح. هكذا وصف مطور الذات الإنسانية ديل كارينيجي رحلته في وقت ماضي، لتصف كلماته رحلة نجاح في وقت حاضر بطلها نجم له معايير فنية فلسفية لا يقبل تغييرها، هو الفنان أحمد وفيق. أقدر أوصفها بأنها رحلة جميلة مرهقة في نفس الوقت شيقة. شغوف بحلمك وبموهبتك اللي ربنا أعطاها لك، كان عندك إصرار إنك تكمل بيها. معارضة الأهل لم تكن معارضة إنكاراً للفن، ولكن كانت خوفاً عليك من مجال العائلة لا تعرف عنه شيء. ولكن كان أول مرة في حياتي، أول مرة ما اسمعش كلام والدي. أنا أصلاً كل ما بسأل نفس السؤال ده أقول أنا إزاي عرضته، بس أعتقد إن ده كان يعني إن ربنا اختار لي الطريق اللي أنا همشي فيه. ولذلك أول ما ربنا حقق الأمال وبدأت في الظهور والنجاح، كان هو أكثر واحد سعيد بي وأكثر واحد كان مشجع لي. سنوات كفاح كثيرة بحثاً عن الذات والنجاح، هذه فلسفة أحمد وفيق. النجاح بالفن، هل هو يعتمد على الحظ أم الموهبة أم النجومية هي التي ممكن أن نقول تشير إلى أصحابها كما قال زعيم عادل إمام؟ هو الموضوع كله أنا بشايف أنه هو كيف ترى النجاح أصلا؟ ما هو مفهوم النجاح بالنسبة لك؟ في ناس شايفة النجاح أنك تبقى مشهور، مش مهم قدمت إيه بس أنت مشهور. وأعتقد ممكن أي حد يبقى مشهور، ممكن تسرق بنك وتبقى العالم كله يتكلم عنك وتبقى مشهور. الهدف اللي انت جاي من علشانه، هل انت النجاح بالنسبه لك ايه؟ انا نجاح بالنسبه لي ان اكون مؤثر، اترك شيء، بصمه اعيش زمني لاترك ما يعيش ازمانا اخرى. ده كان كل هدفي وما زلت بحاول تحقيقه، اذا كنت حققت جزء منه الا ان انا ما زلت مصر ان انا احققه. فكره الشهره، فكره النجوميه، هي انا عندي عقده من الشهره من وانا طفل. والدي كان رئيس البلد اللي انا منها، فانت معروف من وانت صغير، وده شيء محرج جدا انك تبقى معروف وانت طفل. فبقى عندك عدم محبه لفكره الشهره، ما هيش فكره تخليك ما تنامش عشان خاطرها. يعني في نفس الوقت فكره انك تبقى متميز هي الفكره هي المسيطره. يعني مش مهم انك تبقى مشهور، انك تبقى متميز مختلف لك حضورك الخاص. الفنان لازم يكون صاحب شخصيه شديد التفرد. هو التفرد هو اساس الموضوع. يعني الفنانين المتشابهين كتير، والناجح اللي فيهم هو المتفرد عنهم في شيء. اذا كانوا اجتمعوا على شيء واحد، تفردوا في شيء واحد عنهم هو اللي بيميزه. دائما عندي المقياس هو التفرد والتميز، ده الحاجة الوحيدة اللي ممكن تعتبرها ذاتية، ولكن هتلاقيها ان هي من اساسيات الفن وبقائك كفنان وخلودك بمعنى الخلود الانساني طبعا، انك تكون صاحب اثر. انا ده كله طموحاتي. اساتذتي اللي اتعلمت على ايديهم اكدوا هذه القناعات، القناعات دي كانت عندي اساسا، بس ممكن تتغير اذا ما لقيتش حد يثبتها عندك. حظ الحسن اني بدات مع الاساتذه، وده كان شيء ده بعتبره كرم كبير من ربنا ان انا اقابل الاساتذه. بدات مع استاذ محمد صبحي، ده في النسبه للاحتراف يعني، الاستاذ جالي الشرقاوي، الاستاذ يوسف شاهين. الاستاذ صبحي والاستاذ يوسف شاهين اكدوا عندي فكره القناعات دي، انك تكون صاحب شخصيه، انك تبقى مصر على اهدافك، لا تساوم على موهبتك ولا تساوم على عقليه المشاهد. يعني مش تلاقي ان المشاهد محتاج منك تثقفه فتقوم انت تجهله. دي الامانات بقى، انك تبقى امين حتى مع نفسك، تقول ما تعملش عمل هو هيشهرك بينما انت افسدت في الدنيا. ما بقولش ان انا مصلح اجتماعي يعني، وطبعا هو الفنان الحقيقي لابد ان يكون داخله نظره اصلاحيه ويتحين الفرص لاصطياد ما ممكن يكون اصلاحي يعني، ولكن
أنا كفنان اعتمدت هذا الأسلوب في حياتي كلها. أي مدرسة بتعلم على أيديها باخد حسناتها. أستاذ صبحي تعلمت منه كتير، أستاذ جالي الشرقاوي تعلمت منه كتير، أستاذ يوسف شاهين تعلمت منه كتير وكتير. ده كون لشخصيتي وأعطاك العديد من الخبرات طبعا. كتير الخبرات طبعا، هم أساس الخبرات. الحياة مجموعة من الاختبارات، وكذلك هي جملة من القرارات التي يحدد من خلالها مصيرنا. لو مر أمامك شريط ذكرياتك، ما هي الذكرى التي ستختار أن تغيرها لأنها أثرت سلبا على حاضرك؟ في الفن أو في الحياة؟ في الفن انسحابي من الفن في فترة من الفترات، اللي هو بعد التوهج والنجومية مع يوسف شاهين قررت الانسحاب. بعدها ندمت، ولكن لم اتوقف عندها، يعني ما حبيتش انها تبقى عائق بقى يعني. بس ده من الحاجات اللي لو رجع بيها الزمن مش هعملها. قلت بانك لا تريد ان تكون موظف، كيف يمكن للفنان ان يتحول الى موظف؟ تحول موظف ان هو بيبقى قاعد مستني الشغل، واي ادوار او اي عمل بيجي له بيروح يشغل يصور، انه المخرجين والمنتجين يحصروا في دور معين ويبقى هو ده دوره طول الحياة في التمثيل. تكرار نفس الشخصية، التكرار وعدم القدرة على اختيار. ده موظف، الموظف ما بيختارش، يعني بتحط قدامه المستند تقول له خلص وخلص الكمبيالة دي، خلص الشيك ده، خلص كذا كذا. اللي بيخلي جزء كبير ممكن من الممثلين أنهم يقبلون بهذا الشيء أن يكون موظف. نمرة واحد ممكن تبقى عقليته وأهدافه وطموحاته متوقفة عند كده، واحيانا الدنيا تقصو على فنان محترم وقوي وموهبه انه يبقى عايز العاوز، يعني الاحتياج. واتمنى دايما بدعي ربنا ما حدش يتحط في الحته دي. انا عن نفسي دايما بدعي، ان انا وقلتها اكتر من مره، لن امثل عشان علي اقساط، مش همثل عشان علي اقساط. لو علي اقساط انا هشتغل اي حاجه تانية، لانك هتبقى مضطر انك تمثل حاجات انت مش عايز تعملها. ممكن تكرار الشخصية للعديد من الممثلين تقف عائق أمام نجاحه؟ أكيد التكرار عندنا مثلا ما يقول لك التكرار يعلم الشطار، لا التكرار يقضي على الشطار. تتناقض الشهادات حول المخرج الراحل يوسف شاهين، البعض يرى بأنه ديكتاتوري يفرض رأيه على الفنان، والبعض الآخر يرى بأنه سابق لعصره. حسب تجربتك الشخصية مع الراحل يوسف شاهين، كيف أنت ترى؟ أكثر من مرة وصفت الأستاذ يوسف شاهين أنه أسهل مخرج اتعاملت معه. يوسف شاهين في التصوير هو ديكتاتور، بحكم المخرج إذا ما كانش ديكتاتور في تقديمه في رؤيته ما يخرجش، يروح يعني ده موظف. هو ديكتاتور في تنفيذ رؤيته فقط، والمخرج المحترم عموما، كل المخرجين المحترمين اللي اشتغلت معهم احترامي ليهم كان بادئ من منطقة ان هو لا يساوم على رؤيته. فده نمرة واحد. فهي الدكتاتورية دايما في هو صاحب القرار الاخير. لكن هو عمره ما، على العكس هو لطيف جدا، يعتبر هو المدرسة وتعلم منها المخرجين ان كيف تعامل الممثل، ازاي تحب الممثل وتتعامل معه، لان ده اهم عنصر عندك. يعني انا فاكر ان كان يقولك يعني محدش يضايق الممثل علشان انا سايبه بيحضر نفسه وجايب اضاءه وجايب مصورين وجايب ديكورات، كل ده عشان اعرف القط لحظه صادقه عنده، فمحدش يضايقه. كان يخاف ان حد يضايق حد من الممثلين، فلا يمكن يكون ده دكتاتور او حد اكريسيف. على العكس هو كان مشهور ان هو لطيف جدا جدا. فكره سابق عصره بالتاكيد هو سابق عصره، وطبعا الفن وجهات نظر، يعني من حق حد انه يشوف غير كده. ولكن الاساتذه والكبار، يوسف شاهين بيدرس في فرنسا، بيدرس في المعاهد، يعني بيدرس عند الناس اللي احنا بندرسهم، هم بيدرسوه. اذا يعني يوسف شاهين موجود. يوسف شاهين تاثيره في السينما مش المصريه، تاثيره في السينما العربيه اكبر اثر. يوسف شاهين كان احد اسباب ظهور اسماء مهمه جدا في الوطن العربي كمخرجين، من سواء في شباب وخصوصا شمال افريقيا، لان هو كان منتمي جدا للمنطقه دي وانتج فيها افلام وشارك في انتاج افلام ومثل واخرج افلام ليها.
خرج منها الطفرات الإخراجية في شمال إفريقيا اللي هم تعلموا منه إيه بقى؟ إنك تكون صاحب شخصيتك، فكرة المخرج المؤلف. لو جينا نعد أسماءهم المهمين ومنهم خدوا جوائز مهرجان كان ومنهم لهم صيت كبير، ده يوسف شاهين كان تأثيره فيهم، فأكيد يوسف شاهين سبع عصره. الفن بشكل عام هو رسالة، رسالة تربوية ثقافية تعليمية إنسانية ينتقلها كل الشعوب ويستقبلها الجميع، كل على حسب قناعاته وعلى حسب رأيه. كيف يرى أحمد وفيق مسؤولية التأثير الفني على المجتمعات العربية، خصوصا وأن هناك صعوبة في الوصول إلى الأجيال الجديدة؟ في أي مجتمع يعاني مشاكل أو يعاني تحديات لابد يكون الفنان له دور، رغم أن الفن يعني الفن لما نشأ يعني التسلية والمرح حق مكفول للفن، يعني مش شرط تقدم رسالة، ليس شرط، ولكن في بعض المجتمعات يصبح للفنان دور، لابد انك تشارك في، يعني ما تشاركش في تغييب وعي جمهورك او بلدك شعبك، انت شعبك انت هتساهم في تغييبه، في زيادة مشاكله، ان الشخص اللي بيسموها السيكولوجية اللي بتبقى موجودة في المجتمعات، انك تعمقها، انك تزودها، انك تتاجر بيها، تكسب وتتربح من مشاكل مجتمعك، يعني استغلالها. اعتقد ده النموذج السيء للممثل او للفنان عموما، سواء تشكيلي مخرج فن ممثل واتيفر يعني. لكن انت في مجتمع يعاني لابد انك تبقى لك دور. يعني انا مثلا على مستوى الشخصي، انا مش انا المنتج ولا انا المخرج ولا انا المؤلف، انا ممثل بأطلب في ادوار اعملها، بتحين الفرص، احيانا اتحين الفرص وتصيدها ان انا اقدم حاجة مشابهة للي انا عايز اقول، زي بنتين من مصر، اهل كايرو، تحت السيطرة، دي نماذج. هذه الاعمال كان هناك سبق اصرار وترصد ان انا اعملها لما اتعرضت علي، بل وكنت ادافع وتنازل عن الماديات بشكل لا يصدق، لا يصدق، يعني المنتج نفسه مش هيصدق، ما بقاش مصدق، لان انا عايز اعمل العمل ده. منهم ولاد ناس اللي كل الشباب كل المتزوجين حديثا بيقابلوني على انا قريبهم وبيشكروني، لانه بيوصل رساله، بيوصل معينه رسالة الى المشاهد. فهو ده الفنان، وده اللي برضه اللي بيخليك للتأثير. يعني انا لحد دلوقتي لما في افلام مهمه او مسلسلات مهمه اثبت اثر فينا دايما موجوده في الذاكره بتاعتك، لا يمكن هتنساه. هو ده التاثير اللي بتمناه دايما حتى لنفسي. ترك اثرا ايجابيا، على ذكر فيلم بنتين من مصر، وخصوصا حين كنت في كازابلانكا والتقيت بشاب مغربي. انت جبتها منين دي؟ دي حقيقة من الحاجات اللي اثرت فيها جدا. كنت لسه عارض الفيلم معروض، وكان وشاركت فيه في مهرجان تطوان، وبعدين نزلت اجازه في كازابلانكا، وبعدين وانا ماشي بتمشى ولابس بقى ونضاره وكده وماشي، عندي فشاب وقفني وخدني بالاحضان، يعني مش سلم. وطبعا الشعب المغربي بطبيعته مضياف جدا، وخصوصا للفنانين وكده، لكن المقابله اثرت فيها حتى دلوقتي، اللي هو يا هو انا داخل في قلبي بني ادم كده للدرجه، قيس بقى على الباقي، مش فرحان عشان هو فرد، انا فرحان ان انت مأثر فيه كده لدرجه ان هو جاي يستقبلك على انك صديق له. وانا من يوم بقيت يعني اكثر عنايه في اختيار، وببقى اكثر تربصا لاي فرصه ان انا اقدم حاجه تبقى تلمس الناس بالشكل ده. يمر الزمن ويظل الفن المصري تأثيره على الجمهور في العالم العربي. كثيرون يتساءلون حول السر الكامن لهذا التأثير. البعض يرى أنه بسبب الانفتاح الثقافي والعقلي الذي تمنحه مصر للعديد من الفئات، أم أن هناك خلطة أخرى لهذا الارتباط الذي يمتد على أجيال متعاقبة؟ بص، هي الموضوع مركب جدا، يعني إجابة على السؤال ده مركبة جدا، بمعنى أولا بترجع لخصوصية مصر وسط محيطها سواء عالميا أو وسط إخواتها العرب، يعني مكانتها عند العرب نفسهم لها مكانة خاصة،
وظهر الفن بالشكل الإعلامي أو بالشكل المرئي في توقيت كانت مصر ممكن تقول هي المنقذ الثقافي لما حولها، الحاضنة، الحاضنة الثقافية والحاضنة للعلماء. وبنفس الشكل ده تقدير العرب لمصر سهل الاستقبال، لا يمكن تستقبلي ثقافة حد انت لا تتقبلي، زائد تقارب الثقافة جدا، اللغة واحدة، الأديان واحدة، العادات أقرب قريبة إلى بعضها، يعني هتلاقيها مختلفة في موتيفات، يعني مش في الأساس. بلس بقى إن مصر كانت القلعة اللي بتجمع فيها الفنانين، ففضلت لحد كده، فضلت، فده كان طبيعي إن تبقى هي المورد وإن الناس تستقبلها، كان هي الرافد الأساسي لمشاهدة، يعني ما هو العربي عايز يشوف نفسه، فالمصري كان يمثله في المشاهدة. لما بيشوف فيلم مصري هو برضو شايف 75% من بيئته هو، وبينما في التوقيت ده مثلا في بعض الدول العربية ما كانش فيها الفن واخد حقه، ممكن مقتصرة على المسارح، على الاجتهادات الفنية اللي ما توفرت لهاش الإضاءة والإمكانيات. من هنا أصبح لمصر المكانة دي عند الناس. حتى لما انتشرت بقى بعد كده، دلوقتي خلاص بقى كل الوطن العربي، في كل ما فيش دولة في الوطن العربي ما عندهاش فن، ما عندهاش مبدعيها وعبقرتها كمان، مش مجرد فن تكميلي يعني. لا، الوطن العربي كله، احنا بقى كمصريين بنبقى سعداء ان احنا كنا جزء من مشاركة في ظهور اخواتنا برضو. بدليل بقى بيجي لنا فنانين عرب لا يمكن تتعاملي معهم على انهم مش مصريين، واصبح هناك اعمال يعني مشتركة يعني كتير، سواء اللبناني او التونسي او السوري، لما بيجي مصر خلاص هو الجمهور خلاص بيقوم هضمه وبتعامل معه على ان ابنه. يعني في كتير من يعني وانا صغير في فنانين مصريين، في فنانين ما كنتش عارف ان هم مش مصريين، وفي حاليا فنانين عرب موجودين في مصر اجيال صغيرة خالص ما يعرفوش ان هم مش مصريين. ده سر بقى الخلطة بقى اللي اقدر اقول لك. حنعود مرة أخرى للحديث عن النجاح ولا الشهرة. ليس الممثلون فقط هم من المشاهير، كذلك هناك ظاهرة السوشيال ميديا، هناك نجوم في السوشيال ميديا. هل هذا هو المستقبل أم هذا الشيء أضر نوعا ما بالفن وأخذ من مواهب الأخرى لم يعد لديها الفرص الكثيرة؟ بصي، هو موضوع كبير، بس ملخصه نحن في مرحلة اختلاط الحابل بالنابل، يعني في اختلاط دلوقتي هيتفك هذا الاختلاط على فكرة. لا يمكن تبقى السوشيال ميديا تبقى تأثر على الفن، هيظل الفنان فنان. هي الفكرة بترجع هل في مقاومة لفكرة السوشيال ميديا؟ ما ممكن هناك في ناس في السوشيال ميديا بيقدموا محتوى، بس انت بتجيب واحد مش اتشهر وبتقدمه كممثل، وحصل وفي اعمال قد كنت فيها حد بيجيب مش عارف كم مليون على مع ان عادي، يعني على فكره من خلال شركه اقدر اجيب مليون، اعمل مصيبه على الـ على الـ على الـ على التيك توك او على اي منصه، اعمل مصيبه، اعمل فضيحه، هبقى مشهور جدا على فكره. لكن الفكره بقى في من يستدعيهم. يعني انا بستغرب لما الاقي اعلامي كبير كده محترم ولو اسمه او اعلاميه وبيستضيف حد عشان طلع رقص فوق السطح مثلا، يعني مثلا طب ما تستضيف حد تاني برضه فنان رقص في الاوبرا او عالم اكتشف حاجه، عادي يعني، انت جبته عشان هو مشهور فالناس هتتفرج عليك، اذا ده ضعف منك انت. لو حدانا حسبناها كده ولو عملنا طبقنا القوانين الفعليه الوضعيه اللي موجوده في الواقع، طبقناها القانون والمحاكمات طبق على السوشيال ميديا هتنضبط، مش هيبقى اي حد سهل للشهر، لانه تبقى في اكتر من مسار للشهر وكلها نصها مسارات محرجه، ولانه لا يقدمون اعمال، لا ما بيقدموش حاجه، مفيش حاجه بتتقدم. انا مش ضدهم لان في ناس بتقدم محتويات، المحتوى هو الاساس. وعشان مثلا لو طلع 100 واحد هتلاقي منهم 2-3 ينفع يبقوا فنانين او كانوا فنانين ومش لاقيين مكان فحاولوا يظهروا من هنا. دول انا موافق عليهم على فكره، موافق يعني، حلو كافح ولقى شباك او نافذه يطل بقى علينا فاحنا استحسناه. لكن الشهره لمجرد الشهره اعتقد ديت بدات تاثر على الفن شويه، وده هتهم يعني ممكن تخلي الفن يبقى سطحي على فكره. لذلك عشان كده مثلا ببقى سعيد قوي بالاساتذه وبالزملاء اللي هم ما زالوا
انا بسميهم حماة الشغلانة، حماة الفن، يعني ان هم ما بتنزلوش، ما مش مش اي حد معدي يخش عشان يتشير. ده انا ضده، يعني انا ضد فكرة ان السوشيال ميديا يخش يمثل الا اذا كان ممثل. السوشيال ميديا التكنولوجيا بصفة عامة هي لديها يعني ممكن القول بأنها سلاح ذو حدين، يعني في نفس الوقت هناك تقريب للمسافات بس تسبب فجوة بين الأهل والأبناء، لم يعد هناك التواصل مثل قبل. كيف تتعامل أنت مع السوشيال ميديا مع أبنائك؟ دي والله لسه عامل مشهد امبارح في مسلسل على الحكاية اللي هو بيتكلم عن مستشفى للطب الأطفال النفسي، الطب النفسي الأطفال، سلوك الأطفال. فإيه أسباب إقامة المستشفى؟ قال لك لأن السوشيال ميديا هتبتدي تأثر في خيال الأطفال وتأثر في حياتهم، لابد من وجود حماية في المدارس، في الجروبات، في الوزارات تبتدي تحط أساسيات إن إزاي يحموا أولادهم من تأثير السوشيال ميديا. ما بقولش تأثير السوشيال ميديا اللي هو يقرأ كتاب مش كويس أو يخش موقع مش كويس، لا، الخيال اللي بينشئه لك، كمية الكذب اللي بقى موجودة. يعني تلاقي واحد مثلا يعني اللي عارفه اللي هو اللي متصور من فوق لابس بدلة وجرافطة وتحت بنطلون بيجامة، نفس الفكرة، يعني اللي هو مستخبي مختفي ورا أطار وبيمثل، فالناس بتصدق ان ده حقيقي فيطلع ان ده مش حقيقي، يعني هيبتدي يحصل زي ديستورشن وبلبلة عند الناس. ده اللي يبتدي نواجهه، مش احمد وفيل هيعالجه لوحده، يعني ممكن اقول لك رأي وليس حل، ممكن يكون جزء من حل، ولكن هو الموضوع مسؤولية مجتمع الكبار، المفكرين، الفلاسفة، المسؤولين، المعنيين، لازم يبقى في وقفة. عودة للحديث عن المخرج الراحل جلال الشرقاوي، في بدايتك وصفك بالكوميديان، ولكن أنت غيرت الاتجاه واتجهت إلى التراجيديا، هل كان وصفه في غير محله أم أنت اخترت طريقا آخر؟ لا، هو وصفه كان في محله، لأن أنا أصلا كنت أنا بدأت ككوميديان، وحتى في جيلي أنا كله، يعني اللي كنا محتكين ببعض وبنمثل مع بعض استغربوا أن أنا هعمل تراجيدي مع عزيز الشاهين، كان في قمة الاستغراب بل في قمة الضحك، لأنهم لم يتخيلوا أن أنا ممكن أقدم تراجيدي. ولكن أنا كممثل أنا كنت طارح نفسي كممثل أقدر أعمل التراجيدي والكوميدي بنفس القوة، لكن ظهوري ككوميديان اتأسست عند أستاذ محمد صبحي، ولكن ظهرت أو خدت سبوت أكتر على مسرح جلال الشرقاوي. كنت دخلت في الاحتراف، كنت بشتغل مع نجوم وفي السوق بقى زي ما بيقول، وهو كمان يعني كان حزين إن أنا هسيب الكوميدي، لأنه كان وأنا كنت بحبه جدا، وهو كان بيتعاملني برضو كواحد من أبنائه يعني، وكان هو بيأهلني، يعني كان دايما يقول لي يعني أنا عارف إن أنت هتفضل هنا لحد ما تبقى أكبر أفيش على المسرح، وده كان من طموحاتي. ولكن يوسف شاهين كان حلم برضو من أحلامي وأنا صغير، فإن يوسف يقول لك تعالى دي كانت كبيرة، والأستاذ جلال الشرقاوي كان مقدر ده، قال لي أنا كان نفسي تكمل في الاتجاه اللي أنت فيه، بس أنا عارف إن محدش هيقول لي يوسف شاهين لأ، والاتنين قامات كبيرة، الأستاذ جلال الشرقاوي منهج في المسرح العربي، والأستاذ يوسف شاهين في نفس الوقت. لكن رب ضارة نافعة، يعني على مستوى العمل انك تبقى كوميديان حاجة مربحة وبتاع، لكن برضو على مستوي انا على مستوى شخصيتي انا ما بحبش ابقى في حتة واحدة، بحبش ابقى كوميديان بس وتراجيديان بس. مؤخرا بدأت اوزع بعض الكوميديا في بعض الادوار تمهيدا ان انا لما اجي اعمل حاجة كوميدي صرف تبقى مقبولة. يعني تعتبر نفسك انك نجحت في الاتجاهين على مستوى التمثيل وعلى مستوى الممثل والحرفة والمهنة؟ بالتأكيد. على مستوى الجماهيري انا لم اظهر ككوميديان بعد، مش اقول لك ما نجحتش، يعني بدأ الناس بس اتفاجئت مؤخرا، الله يعني ده ينفع في بعض الادوار المؤخرا، يعني هي مثلا ادوار الفلاح، ادوار الرجل الجشع اللي مش عارف، الادوار ديت بدأ الناس تستشف ده، بلس
على السوشيال ميديا بقى في الفيسبوك الشخصيه اللي بتكلم من خلالها لها جمهورها. انا اعتقد ان جمهورها اكتر من جمهوري يعني احيانا، يعني بدليل الناس بتطالب انها تبقى كاركتر يتقدم كعمل فني. لديك شغف اكثر بالسينما، ولكن مؤخرا اتجهت او مهتم اكثر بالدراما. هل يمكن القول بانه لا يوجد حاليا عمل او دور يستهويك؟ لا مش لدرجاتي، هو الموضوع كله ان مفيش سينما اساسا. يعني اكتر ممثل بيشتغل سينما، يعني لما تقابليه هتقولي له انت بتشتغلش ليه؟ لان مفيش سينما، السينما قليله جدا والمنصات والحاجات دي مسيطره. والفن السينما انا اعتقد بس هو في مصر كانت هي ازمه اقتصاديه وظروف البلد خلت الموضوع بقى يعني هابط شويه، هابط انتاجيا، مش في مستوى، هابط انتاجيا. الافلام المسليه مربحه اكتر، التصدي العمل الفني مؤثر يحتاج الى كفاح نفسي وكفاح مادي وغير مامون العواقب. اللي يكفل نجاح الحاجات دي المؤسسات الكبرى او شركات الانتاج الكبرى اللي ممكن الربح ما يبقاش هو الاساس القوي عندها، زي مؤسسات الدول او مؤسسات او المنتجين اللي بيعملوا اسمهم. في منتج ممكن ينتج عمل كبير عشان يحط اسمه تاني على الساحه، ولانه برضه بيحب اسمه، وانا احب المنتج اللي من النوع ده او المخرج اللي من النوع ده او الممثل من النوع ده اللي هو بيحترم شغله فبيحافظ عليه. سنتحدث في الختام عن أعمالك وعن جديدك. مؤخرا سيكون لديك عملين في رمضان، مسلسل جميلة ومسلسل سر الباتع، خبرني عن دورك في المسلسلين. المسلسل جميلة ده إخراج أستاذ سامح عبد العزيز، تأليف أيمن سلامة، إنتاج أستاذ جمال العدل، وبطولتي أنا مع الفنانة ريهام حجاج ومجموعة بقى أستاذ سوسن بدر، عبير صبري، يسرى اللوزي، هشام اسماعيل، مجموعة. يعني المسلسل ده اجتماعي، يعني ممكن نقول ده مسلسل اجتماعي من النوعية اللي بيحبها المشاهد والمشاهد الرمضاني كمان، يعني تحس ان هو معمول مناسب ليهم يعني. اما مسلسل سر الباتع فده عمل في اتجاه مختلف، يعني انا سعيد بان هم شخصية مختلفة. بص هو الشخص السنة دي انا طالع ندل ندل، بس الاثنين مختلفين. اين وجوه الاختلاف بين الشخصيتين في المسلسلين؟ البيئة اللي جاي منها كل شخصية، الظروف اللي محطوط فيها كل شخصية. في واحد ندل لانه جواه ده، وفي الثاني هو ندل عشان يعرف يعيش، يعني لدي اسباب الخاصة. يعني عنده اسبابه الخاصة اللي هو انت مش هتزعلي منه، اللي هو شايف قلنا شايف انه بيعمل الصح. الاولاني بيعمل الشر وهو عارف ان هو شرير، الثاني بيعمل الشر وهو ما يعرفش ده شر، هو شايف ان ده واحد عايز يعيش في الدنيا يعني. ومسلسل سر وبتاع يعني ممكن حوالي 30 نجم، نجم مش ممثل بس، 30 نجم يعني 20 ممثل من الوجين، كل واحد منهم بيعمل مسلسل لوحده، وتغيير جلد الناس كتير. انا كمان بعمل دور في منطقه ممكن اللي حواليا يعرفوا ان انا اقدر اعملها، بس هو الجمهور ما يعرفش ان انا هتصدى لحاجه زي كده، يعني لشخصيه زي دي. اعتقد ان السنه دي باذنك يا رب يعني هتكون نقله جديده برضو. ازاي ممكن ان يجمع الممثل بين شخصيتين في نفس الوقت؟ مع الخبرات، يعني انا ما بداتش اجمع بين شخصيات الا لما بقى عندي الخبرات، ان خبراتي الحرفيه ان انا افصل عن حاجه، تفصل بينهم، افصل بينهم من بعض. احيانا برفض مسلسلات لان انا شايف اني مش هقدر اعملهم الاثنين مع بعض. يعني في سنه من السنين قدمت تحت السيطره، وده من اهم المسلسلات اللي قدمتها في حياتي، وبعتبر ان انا عملت حاجه في الدنيا بالمسلسل ده، وكان سبب نقلتي. يعني المسلسل ده نفس الشركه، كان استاذ جمال العدل كنت ماضي معاه مسلسلين، مسلسل تحت السيطره ومسلسل اخر اللي هو كان بين السرايات ده برضه، واخراج واحد من اللي هو مخرج مسلسل جميل استاذ سامح عبد العزيز، وده من احب الناس عندي كمان حتى على المستوى الشخصي. اعتذرت عن مسلسل بين السرايات وعملت تحت السيطره بس. فحتى سالني استاذ جمال عدل على ما اتذكر، قال لي ازاي يعني ما تعمل المسلسلين، ما انت عملت قبل كده مسلسلين مع بعض،
قلت له لا، قلت له في دور تحت السيطره ده ما اعتقدش ان ممكن حاجه تشاركه، مش هعرف اركز في حاجه تانية. يعني مش كل الادوار او لا كل حسب ممكن في ادوار تحس ان هي ما يبقاش لها ضره، يعني ما تتجوزش عليها زي ما بيقولوا يعني. في الختام، يظل الفن شكلا من اشكال الكفاح وكذلك عنوان حضارات الامم، هو لغه تواصل بين الاجيال، بين اجيال مضت، اجيال حاضره واجيال قادمه. اشكرك. شكرا. كل النجاح والتوفيق، وان شاء الله الاعمال الرمضانيه تكلل بالنجاح ان شاء الله. شكرا على تشريفك. نعيشك. شكرا لك على الاستضافه. ميرسي زوي.